الحديث اليوم سوى عن ذهاب سيمي فاينل الشامبيونز ليج. الكل ينتظر، الكل يتحدث، منافسات الذهاب تعطي لمحة عن طرفي لقاء النهائي الكبير. لا تذهبوا بعيدا وكونوا معنا في الموعد في البث المباشر لأحداث المباراة هنا في سانتياغو برنابيو. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا أينما كنتم. اليوم نلتقي من ملعب سانتياغو برنابيو حيث تشاهدون الأجواء المميزة وتتابعون المباراة التي تلعب في طقس جميل ورائع جدا. أحدثكم فارس عوض معلقا على هذه المباراة. مباراة كبيرة نشهدها اليوم في سيمي فاينل الويفا تشامبيونز ليج، الملكي ريال مدريد في مواجهة السيتيزنز مانشستر سيتي. قلق طبيعي جدا لدى الفريقين، الكل يبحث عن الفوز والوصول للمباراة النهائية بعد خوض مشوار طويل في هذه البطولة. الآن لعبة الأعصاب على مباراتين، من ينجح في تركيزه، في هدوءه، في ثباته حتى يصل إلى مباراة الإياب بأوضاع مناسبة. تشكيلة ريال مدريد الآن أمام حضراتكم. في المرمى يتواجد كورتوا، دافيد ألابا سيلعب إلى جانب إيدير ميليتاو في خط الدفاع، فينيسيوس جونيور سيبدأ مع سيرسيو على الأطراف، وفي الأمام يتواجد كريم بنزيما. مانشستر سيتي حاليا واحد من أندية النخبة في أوروبا، يملك واحدة من أقوى التشكيلات في القارة العجوز، العديد من النجوم تأتي إلى هنا ويكون مانشستر سيتي خياره الأول. المدرب الشهير بيب غوارديولا أيضا أتى إلى هنا من أجل قيادة الفريق. تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة اليوم مشاهدة الآن على الشاشة. في المرمى راح يتواجد إيدرسون، روبن دياز يلعب إلى جانب لابورت في خط الدفاع، دي بروين سيبدأ مع رودريجو في قلب الوسط، وفي الأمام راح يتواجد لاعب وحيد للقيام بدور رأس الحربة. والآن تبدأ مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. بيعدي فيها ستيرلينج بشكل ممتاز. استغلال جيد للجناح من الفريق الملكي. التصدي كان أحلى. تتحدث عن قيمة وإمكانيات اللاعب كريم بنزيما في هذا اللقاء. مسألة الربط بين خطوط الفريق، تنقل الكرة بكل سهولة داخل الملعب، سهل الممتنع، واحد من أهم مزاياه. فرصة للتقدم في المباراة. ممتاز كورتوا في التصدي، الكل ظن بأن الكرة في المرمى من هذا المكان. اختار بأن يمررها إلى زميله كيفن دي بروين. أستاذ الحكم يعلن عن وجود تسلل في هذه الكرة. استخلاص الكرة في مناطق الخصم. برناردو سيلفا. ملعوبة إلى كريم بنزيما. تدخل والكرة بتروح. رودريجو. حلوة التمريرات من مانشستر سيتي. بناء هجومي غير مكتمل، غابت اللمسة الحاسمة واللي تصنع الفارق. بنزيما يحافظ على كرته. يتجه بعمق الملعب، يمنع عبور التصويبة. مشوار طويل خاض الفريقين حتى الوصول إلى السيمي فاينل، والآن مباراتين فقط، إما الاستمرار في الطريق والتأهل للنهائي. كرة خطيرة، هدف تقدم. أوه، كرة في المرمى، هدف أول في السيمي فاينل.
مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. كايل ووكر، دي بروين، فرصة من جديد لكرة التعادل. ركلة ركنية لمانشستر سيتي. بيلعب ركنية قصيرة. ضغط ناجح في الأمام. رائعة العرضية إلى الخلف. ممتاز في إيقاف التسديدة. رودري. فرصة كبيرة للتعادل. أوهو، وكرة في المرمى. يعود السيتيزنز يتعادلون في النتيجة. نشوف الإعادة ونشوف العمل الكبير من الفريق في هذا الهدف. ضغط منظم ومتواصل واستغلال الفرصة بعد استعادة الكرة والتسجيل مباشرة في هدف يجب أن يدرس. هدف التعادل إذن. النتيجة الآن 1-1. هجمة مع ريال مدريد. بنزيما. مستحيل هذا التصدي يا إيدرسون. الكرة من هذا المكان. هذه الفرصة فرصة هدف محقق، لكن إيدرسون يرفض هذا الحديث. مدرج بيجرب. تصدي ممتاز من حارس المرمى. يرتدي ببراعة. يتصدى لهذه الكرة. شوف الرشاقة في اللقطة. ركنية لا تستغل. فرصة بتضيع الآن. يستخلص الكرة وينهي المحاولة. اعتراض يمنع مرور التسديدة. استخلاص الكرة هنا. تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة. فرصة كبيرة للهجمة المرتدة ممكن تشكل خطورة. ضاعت الهجمة المرتدة والآن الكرة بتعود للخصم. كرة إلى خارج الملعب. ضربة مرمى. برناردو سيلفا. برناردو سيلفا. الشوط الأول ينتهي بهدف مقابل هدف. نعود مع أحداث الشوط الثاني من ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. ضغط بدني لاستخلاص الكرة. دي بروين. فيل فودن. كرة بتنقطع الآن من كارفاخال. شاهدنا تألق كبير ومستوى ممتاز من جانب كريم بنزيما في شوط المباراة الأول. نجح في تسجيل هدف. سيكون سعيد بالمستوى الشخصي بهذا الهدف، لكن إجمالا مع التعادل القائم سيكون مطالب بالمزيد في الشوط الثاني. لان عليه استغلال المساحات والبحث عن هجمه مرتده. عمل ممتاز في السيطره على الكره في مناطق الخصم. بكل هدوء الفريق يتناقل الكره من لمسه الى لمسه. الكره من قدم الى اخرى بكل سلاسه. محاوله لخلخله الدفاع وايجاد ثغره. تسديده قويه لكن بعيده جدا عن المرمى. لقطه سيئه جدا في المحاوله الماضيه. مانشستر سيتي يجري تبديلا في هذه اللحظات. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. دي بروين. فرصة للتقدم في المباراة. تدخل اللاعب يفقد الكرة. كرة عرضية. كرة لامس يد اللاعب والحكم يحتسب ركلة حرة. ركلة ثابتة أخطر في رأيي من الركلة الركنية. كرة بتتمرر الآن. يلعبها للخلف بعد عرضية ممتازة. تصدي من كورتوا والخطورة مستمرة.
اعتراض ناجح من لابورت. فرصة للتقدم من أمام ستيرلينج. كايل ووكر. تقطع تمريرة رحيم ستيرلينج. عشرين دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. رياض محرز. رمية تماس للريال. تغيير قادم من المدرب بيب غوارديولا. تغيير سيكون بخروج اللاعب برناردو سيلفا وسيدخل مكان الألماني غوندوغان، الألماني المميز في وسط الملعب صاحب رؤية كبيرة في أرضية الملعب. عرضية سهلة في يد حارس المرمى. إمريك لابورتي. إلكاي غوندوغان. تدخل سليم، الكرة إلى رمية تماس. فرصة للعرضية. رياض محرز. كرة أخيرة للتقدم الآن. فدائية كبيرة في هذه اللقطة، شوف اعتراض الكرة. فرصة لكرة مرتدة سريعة. ريال مدريد لا يستسلم، يحاول الفوز في المباراة في دقائق الأخيرة. كرة لا تمر من توني كروس. الكرة بتتشتت بعيد عن المرمى. أجواء غير عادية في ملعب المباراة، الجمهور لا يكتفي بالتعادل ولذلك يزار بكل قوة من المدرج لدفع فريقه للتقدم نحو الأمام واقتناص هدف الفوز. نلعب لمب في الدقائق الأربع الأخيرة. مان سيتي يهاجم. كيفن دي بروين. رحيم ستيرلينج بيرسل كرة عرضية. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. كيفن دي بروين. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا رب. كرة في العارضة. الله. كرة في المرمى. هدف في التقدم في الثواني الأخيرة. هدف لا يمكن تعويضه. أي سيناريو. أي جنون. غير معقول ما يحدث. نشوف الهدف من جديد. خطأ فادح من حارس المرمى في التصدي الأول. كلف فريق هذا الهدف مباشرة. كان ممكن أن يتصدى للكرة بشكل أفضل ويبعد الخطورة، لكنه أخطأ والخطأ ممنوع هنا. مشاهدينا تعلن فوز مانشستر سيتي في الذهاب، وأكيد بأفضلية قبل مباراة أيام.